بلاك. خلاص خلينا جزئيه بسيطه في البصري بعدين، لو اي بصري انه هو يعرف او تحليل بصري يعرف الصوره هذه لها علاقه بالصوره هذه. مثلا حركه دقيقه دقيقه جدا شد حاجه دقيقه. هنا صار الطفل عندنا تمييز بعد اغلاق بصري. انا نوري صوره ونقول لها شو شفت يعني شو فيها مثلا جديد عليك. تشتغلوا فيه كله، لكن تشتغلوا فيه جميع المسميات، تمييز سمعي، اغلاق سمعي، يعني اغلاق بصري لازم. لقد كانت المحاضره شامله التدخل المبكر، اين يكون المتدخل المبكر، عن شنو تكلمنا، شنو هو التدخل المبكر، تكلمنا على البرامج اللي هي التيتش الاي بلوز الاي بي اي، تكلمنا عن كيفية التعامل مع الأطفال هذوما. رفقني في الموضوع السيد رمضان باسكال للنطق، السيدة ابتسام في تعديل السلوك. حاولنا أن نغطي الجوانب هذه في التدخل المبكر. كمان أنا نعاود شكري لمركز الدعم النفسي. هذا أكبر حيوان حول حشرة حول دين. لو نقول مفاهيم المتحف يوروا له في اللوحه بتاع الفسيفساء الاسود مع الابيض مع الاحمر مع مش عارف. انت اكثر مني عاطفه مع ولدك، انت اكثر مني احساس بولدك وبقيمته وكيف تشتغلي معاه. ان شاء الله تكون ان شاء الله نكون زي الام هذه ان شاء الله. كيف لو سهله نصلح كلنا راه وراه. كان لقاءنا اليوم برعاية مركز نجمي القندوز للتربية الخاصة في مدينة زوارة، لقاء ضم المختصين في اضطراب التوحد وأولياء أمور أطفال التوحد لرفع من مستوى الوعي وحل بعض الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور في تعاملهم مع أولادهم. شغلوا الاثنين، بيشتغلوا الاثنين لأن هذا الشغل بيشتغلوا مع أولادهم. عشرة مهم جدا. الام والحنان بتاع الام بيخش من الاذن بيريح النفس. لذلك حتى الكبار، انا حتى الناس الكبار لما يجيني حد كبير يقول لي انا متضايق وعندي مشكله نقول له برا بري عند امك وقعد زي بحلاها وهي تدير في الشاي. فيها تحريك للمخ وتحريك للخيال. لما احنا حركنا خيال الولد بدنا جبناه لواقعنا.